وكلنا زي ما احنا عارفين 97% 97% من الشعب المصري او اكثر من 97% عايشون في الوادي والدلتا. تمام؟ ف اسرائيل الحقيقه ومعاها امريكا بدات تلعب في المنطقه. لما احنا بدانا رجلنا تخف، احنا المفروض احنا لما خفينا كانت بتعليمات بس يعني ما يكمل يعني. احنا هي انت لما خفيت وشلت رجلك هم حطوا رجلهم، هم انت شلت رجلك باوامر. ما احنا كل حاجه باوامر، كل حاجه والاوامر ماشيه لغايه دلوقتي. اطلع من هنا وخش هنا واعمل هنا وانت الساكته بتاعتك ديت ما اوامر، ما ينفعش الكلام ده. طيب ما ينفعش بقى. نيجي بقى نمسك من الناحيه الجيولوجيه، السد ده في منتهى الخطوره، معدل الامان بتاعه منخفض 1.8. انت عارف ليه موافقين عليه تعمل ده ليه؟ عارف السد ده لما يتعمل ان شاء الله مش هتعمل، ان شاء الله باذن الله مش هتعمل، انما لو اتعمل السد ده وبقى وراها 74 مليار متر مكعب من الميه، بقى قنبله ذريه بتحتفظ بيها اسرائيل انها تضربني بيها في اي لحظه، ايوه تفجر السد ده بس خلاص، شلت السودان وشلت مصر. ده الخرطوم دي تختفي من على الخريطه. هم ما تفرقش معاهم. انا اللي بحكي بنحكي وياك اخواننا السودانيين فاهمين هذا الكلام. وبعدين لو اخواننا بتوع اثيوبيا هيشتغلوا في الازرق، ما هو اثيوبيا مفتوحه من كل يمه. ما انت وعندك 12 عندك 12 جماعه مسلحه ضد الحكم هناك، وعندها قوميات كتيره جدا. يعني هم مش يعني هم لو مش لو هيشتغلوا في 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 الورع في في الورع المخابرات بقى بتاعتنا تشتغل، ما هنشتغل وما مش هيبقى في استقرار وكل ما يعملوا بتاع يتنسف. يعني اللي اقصد اقوله انما السد ده لو اتبنى، خلي بالك من المصيبه الثانيه، لو اتبنى اصبح النهارده ده قنبله في ايد اسرائيل، في ثانيه تضربه وتمسح لك حاجه. يعني انت من هنا انت بتدمر السودان وبتدمر مصر، انت عندك كل السدود بتاعتك هتقع. المايه بتاعتنا المايه لو السد ده وقع وبحيره ناصر مليانه ميه، المايه دي هتوقع يا سيدي، مفيش كل القناطر اللي عندك هتوقع السد العالي وكل المدن. فهو فخلي بال حضرتك ان استخدام اخر، استخدام اخر لقوه بصوره اخرى، فيكبت عليك اكتر ويخليك ويكسر نفسك اكتر ويذلك اكتر. هو ده المقصود. احنا يعني هياخدوا الروح اللي خلقها؟ ما نقول لهم لا، ما نقول لامريكا لا، ونقول للعفريت الازرق لا، ونقول لاي حد. ده مصلحتنا، ده بلدنا، ده مصر. ده من 1930 هرتزل اللي هو المؤسس بتاع الحركه الصهيونيه، الى ربنا ينكبه مطرح ما راح، ده كان بيقدم كان مقدم للحكومه البريطانيه مشروع انه عايزين ياخدوا ميه النيل، ينقلوا ميه النيل يوصلوها الى صحراء النقب. وفي مهندس اسرائيلي سنه 1974 اسمه الياشع قدم فكره لتوسيع ترعه الاسماعيليه عشان تنقل كميه ميه اكبر وتعمقها عشان تنقل ميه كميه ميه اكبر وتنزل من تحت قناه السويس عبر صحرات عشان برضو ينقلوها الى اسرائيل. وتجدد هذا الطلب ان شاء الله، ان شاء الله لما يعني ايه كده باذن الله كده بعد يوم القيامه يبقى يعملوا الحكايه دي.